ليش الإنسان يسمى إنسان؟ أو ليش الإنسان لما يموت يندفن في التراب؟ أو ليش آدم أكل من الشجرة أصلا؟ يعني لو أنه مو أكل كان بقينا إحنا في الجنة يعني. اليوم راح نعرف أجوبة هذه الأسئلة بقصص سيدنا آدم عليه السلام. وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ. البداية صلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، بسم الله نبدأ الحلقة. قبل ما نبدأ في القصة لا تنسوا لايك والاشتراك، حساباتي موجودة تحت تقدروا تتابعوني عليها، وترى في عندنا 6 شهور لازم نجيب رقم تمام. قبل الله سبحانه وتعالى قربان هابيل لم يتقبل من قابيل، طبعا قابيل قال لأخوه هابيل انه راح يقتله، لكن هابيل ما رد عليه بالمثل وقال انه راح يقتله، قال له ان الله يتقبل من المتقين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل قبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. طبعا هنا انتهى الحوار بين الأخين دولي، وغير أنه بعد أيام كان هابيل نايم وقام أخوه قابيل وقتل أخوه بسخرة مع الرجل، وقيل أيضا أنه في ليلة أبطأ فيها هابيل في الراي، فبعث سيدنا آدم عليه السلام أخوه قابيل عشان يشوف إيش سبب البطء اللي صار لهابيل، يعني يكون صار فيه شيء. فلما راح له قابيل قال له: تقبل منك ولم يتقبل مني. فرد عليه هابيل وقال له: إنما يتقبل الله من المتقين. فعصب هابيل وضربه بحديدة كان معه فقتله. فلما قتل قابيل أخوه هابيل ما عرف إيش يسوي في جثة أخوه، لأنه ما كان في دفن موتى على وقتها معروف. فبعث الله قرابين تخانقوا بين بعضهم قدام قابيل، فضرب أحد الآخر فقتله، فحفر الأرض وحط أخوه فيها ودم الأرض. دم إيش يعني؟ دم يعني حط تراب فوقه. فهنا حزن آدم إنه يعني القراب عارف إيش يسوي، دفن أخوه القراب الثاني، وأنا الإنسان اللي ما عرفت إيش يسوي بجثة أخوي. فكان القراب افضل منه، قراب كان افضل منه بهذه الحركه، وعمل وسوى مثل قراب ما سوى. من وقته والدفن هو سنه البني ادمين، دفن معروف عند الكل الا الهنود لانهم هبل، الهندوسين طبعا بس يحرقون الجثث. قال ايش؟ طبعا هم اعتقدهم ان الحرق يوم القيامه ما راح ينحرق، الله راح يحرقكم اثنين، اللي مات واللي دفن يا رجل، اثنين مع بعض. والله شيء قهر، والله شيء هنا ما دخل هنا بس يقهر، والله يقهر يا عيال. بعد ما قتل قابيل اخوه هابيل هرب من ابوه ادم واخذ مرته وعاش في السهول. طبعا كان سيدنا ادم عليه السلام كان يعيش قريب من الجبال، فانقطع قابيل عن ابوه هابيل تماما، وبدات تتكاثر ذريته وانتشر بينهم الفواحش بين قابيل، وتقسم الناس نصفين. وقتها صار نصفين، اهل الشر مع قابيل واهل الخير مع ادم عليه السلام وابنائه. وبعد 50 سنه من قتل اخوه هابيل رزق الله سيدنا ادم بشيث عليه السلام مع اخته حازغره، فسماه الله هبه الله لانه جاه يعوضهم عن هابيل. فقال سيدنا جبريل لحواء بعد ما ولدته: هذا هبه الله، هذا هبه الله بعد هابيل. وكان عمر سيدنا ادم عليه السلام لما رزق بشيث 130 سنة. فقبل ما يموت سيدنا آدم عليه السلام ب 11 يوم مرض مرض شديد، فأوصى شيث من بعده، طبعا صار شيث خليفة، صار الخليفة من بعد آدم عليه السلام، وكتب وصيته في كتاب وعطاه لشيث، وأمره أنه يخفي عن أخوه قابيل لأنه قتل هابيل بسبب الحسد والقيرة. ويوم ما فات سيدنا آدم قال أنه يشتهي ثمار من ثمار الجنة، فرحوا أبنائه يدوروا على الثمار على هذه الثمار اللي وصاهم آدم عليها اللي هي ثمار الجنة، وهم رايحين لقوا الملائكة في طريقهم ومعهم الأكفان والحنوت والفؤوس والمساحر، أدوات الدفن وتجهيز الميت كلها كانت مع الملائكة. فالملائكة قالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ فردوا عليهم وقالوا لهم: إن أبونا مريض ويشتهي من ثمار الجنة. فردوا عليهم الملائكة وقالوا لهم: أرجعوا فقد حان الآن موعد وفاة أبوكم. ولما رأتهم حواء عرفتهم فلاثت لآدم. طبعا معروف إن المرأة تلوث بالشخص، بتلوث يعني كيف؟ يعني إنها لما بتكون خايفة تروح عليه وتشكي وتحكي له يعني ايش خايفة وكذا وكذا وكذا. فهذه المرة راحت له وجلست صامتة، فهو فهم فقال لها: إليك عني فإنما أوتيت من قبلك. فقبضه ملك الموت وغسلوه الملائكة وصلوا الملائكة على آدم صلاة الجنازة
ودفنوه، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا لبني آدم: يا بني آدم، هذه سنته. ومات سيدنا آدم عليه السلام بعد 1000 سنة يوم وفاته، يعني يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة ولد آدم، لا استغفر الله، يوم الجمعة خلق آدم ومات، ويوم البعث يوم الجمعة. روى ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ عن محمد بن يزيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا اختلف العلماء على موضع دفن سيدنا آدم عليه السلام، فالمشهور أنه دفن عند الجبل اللي يهبط منه اللي هو في الهند، وقيل جبل أبي قبيس في مكة، وقيل أنه نوح عليه السلام وقت الطوفان، طبعا هذه راح تجيكم قصة ثانية، وقت الطوفان حمله حواء في تابوت ودفنه في بيت المقدس. وقال كذلك ابن جرير، وروى ابن عساكر عن بعضهم انه قال ان راسه عند مسجد ابراهيم ورجله عند صخره بيت المقدس، طبعا جبل ابراهيم في مدينه الخليل في فلسطين. وماتت حواء عليه السلام بعده بسنه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما خلق الله سيدنا ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسبه خلقه الله من ذريه ادم ليوم القيامة، وعرضهم على آدم. وقتها سيدنا آدم سأل ربنا: من هؤلاء؟ قال له ربنا: هؤلاء ذريتي. فرأى سيدنا آدم رجل من بين الذرية فعجب، فقال لربنا: من هذا الشخص؟ فرد عليه الله سبحانه وتعالى وقال: إن هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، اسمه داود، اللي هو أبو سليمان عليه السلام. فسيدنا آدم سأل ربنا وقال له: كم جعلت عمره؟ فرد عليه ربنا: 60 سنة. فرد عليه سيدنا آدم وقال له: زده من عمري 40 سنة. أخذ من عمر آدم 60 سنة وأضافها لعمر داود عليه السلام، فصار عمر داود 100 سنة. فأول ما خلص عمر سيدنا آدم وجاءت الملائكة مشان تقبض روحه، وقتها قال آدم عليه السلام لملك الموت: أجئت زائرا أم قابضا؟ فرد عليه ملك الموت قال له: قابضا. فرد عليه سيدنا آدم وقال له: ألم يبقى من عمري 40 عاما؟ فرد عليه ملك الموت وقال: أولم تعطيها لابنك داود؟ وقتها سيدنا آدم عليه السلام قال: يا ليتني ما أعطيتها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجحت فجحدتم، ونسى فنسيتم، وخطأ آدم فخطأ الذرية. سيدنا آدم طبعا سوى كذا، ما كان قاصد ولكنه نسي، وبسبب كذا سمي الإنسان إنسان بسبب النسيان. كذا يكون سمي الإنسان إنسان لأنه ينسى. وكذا نكون جاوبنا على الأسئلة الأربعة اللي سألناها في البداية، وبس لهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. هذه أول قصة، طبعا هذه ثاني قصة. وتشوفون قصة سيدنا يونس، فبتعرفون قصة سيدنا يونس تصورت قبل هذه القصة، لأنه وقتها ما كنت محلق اليوم حلقت. فنعيم لي ونعيم للي حلق اليوم، فنعيم سلفا اللي راح يحلق، نعيم للكل. ونذكر سنة الحلقة، لا تنسوا لايك والاشتراك، ترى معنا 5 شهور، يعني فجر المقطع هذا، فجر كل المقاطع مو بس كلهم، نبي نوصل رقم قياسي ايش؟ رقم حلو يعني. فبس سبعت تحت التواصل الاجتماعي، ترى موجود بالانستغرام على طول، انا على طول قبل شوي جايتني شعارين في الانستغرام، فارجع الكل موجود هناك. فبس باي باي.